طيب مصدر مسؤول بالسكة الحديد أكد أن إشغالات قطارات VIP اللي بتعمل على خط الصعيد القاهرة أسوان تعدت نسبة 100%، ولفت إلى أن الهيئة دفعت بقطارين على خط الصعيد، أحدهم بيقوم من محطة مصر الساعة 11:05 مساء، والآخر بيقوم في الساعة 5:45 مساء بمعدل قطارين يوميا. وأضاف المصدر أن إشغالات القطار VIP اللي بيعمل بخط القاهرة الإسكندرية وصلت لحوالي 40%. لافت لأن الهيئة شغلت قطار واحد على خط إسكندرية القاهرة لا يتوقف سوى في بداية الرحلة ونهايتها، قبل أن تقرر الهيئة توقف مؤخرا في محطة طنطا، وسعر تذكرته موحد ب100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيه للدرجة الثانية.